صباح الخير عليكم. النهاردة بنتكلم عن المليم الملك فاروق اللي هو البرونز مش المثقوب، سنة 38، وده وزنه 4 جرام وقطره 23 ملي، وتعمل منه 9,180,000 قطعة. دار السك هوتلمنت برينجهام انجلترا. السعر من 10 جنيه ل 100 جنيه، لو مقيم ممكن من 500 جنيه ل 1200 جنيه حسب درجة البرونز بتاعته. إذا كان ار دي يبقى أحمر زيادة، إذا كان ار بي بيبقى الأحمر أقل أو على بني شوية، إذا كان ال بي ان بيبقى بني. ده أقل درجة، أقل سعر، يعني أعلى سعر اللي هو الأولاني ار دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. هنتكلم عن مليم سنة 47. أولا كل سنة طيبين بنسبة اقتراب شهر رمضان، يا ربنا يعود علينا وعليكم بالخير واليوم يا رب. المليم 47 فاروق برضو نفس الوزن 4 جرام والقطر 23 ملي، كمية المصدرة غير معروفة، مصنع من البرونز، دار السك رويال مينت انجلترا. السعر ممكن من 10 جنيه ل 100 جنيه، ممكن اكتر من 100 جنيه لو حالة العملة كويسة. لو مقيم ممكن من 500 جنيه ل 1200 جنيه. برضو هنكمل باقي الموضوع عن العملة اللي هو المليم بعد كده. صباح الخير عليكم. بنتكلم النهاردة عن مليم سنة 45، اتكلمنا عن 38، اتكلمنا عن المثقوب اللي هو المليم المثقوب فاروق برضو. النهاردة نتكلم عن 45، هو نفس الوزن بتاع 38 ونفس القطر، وتعمل منه 10 مليون قطعة. المعدن بتاعه البرونز، وتعمل في دار السك بومبي الهند، وسعره من 25 ممكن يوصل ل 300 جنيه، لو كان مقيم ممكن من 500 جنيه ل 2000 جنيه حسب الدرجة اللونية. زي ما كنا اتكلمنا الار دي اللي هي الحمراء شوية، والار بي كانت اقل، والسي بي ان اقل خالص. اخر اصدار للمليم الملك فاروق 1950، وده وزنه 4 جرام والقطر بتاعه 23 ملي، واتعمل منه 5 مليون قطعة، ومصنوع من البرونز، دار السك برينجهام انجلترا روتل مينت. السعر بتاعه بيبدأ برضو من 10 جنيه ل 100 ل 120 جنيه، لو كان مقيم من شركات التخييم العالمية ممكن يبدأ من 500 جنيه يوصل ل 1500 جنيه حسب برضو اللون زي ما كنا وصفنا قبل كده، حسب شكله، حسب الدرجة اللونية. وده آخر حاجة في المليم.